بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الفتح، فتح خيبر، قال صلى الله عليه وسلم: بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر؟ يعني جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا اليوم بالنسبة لي يعتبر يوم الفتح، من الله تعالى علينا فيه باثنين من الكوادر والنماذج والعناصر اللذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما ذخرا لهذه المنظومة الطبية التي نسأل الله في سعيها الإخلاص ورفع الأذى والبلاء والألم والمرض عن هذه الأمة، وأن تكون سببا في شفاء أمراضها. هبدأ مع حضراتكم بواحد من هذين المثلين والنموذجين في أول الحلقة باستضافته استضافة مباشرة، والآخر في آخر الحلقة على الهاتف. على الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا نحن وهم وإياكم في دار كرامته، وأن نلتقي على محبته وطاعته، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الحقيقة أنا بعتبر أن ده فتح، وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. وهتعرفوا ليه أنا بسمي، وأول مرة أقول لحضراتكم أن بدأ الفتح من الله سبحانه وتعالى على هذه المنظومة الطبية التي أشرف بالإشراف عليها، ونرجو من ورائها الإخلاص على الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. ابتداء أقدم لحضراتكم الضيف الذي أتحفنا وأسعدنا بهذا اللقاء وهذه الخطوات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة. أقدم لحضراتكم الليلة الأستاذ الدكتور عادل شريف، أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق. أهلا دكتور عادل. يعني أنا طبعا الناس متشوقة أنها تعرف مين الدكتور عادل شريف. أنا أقول لحضراتكم عشان خاطري ما أكونش متحيز ومتعصب ومتعاطف، لأنه الدكتور عادل في بيني وبين محبة في الله سبحانه وتعالى ومودة وأخوة، فعشان ما أكونش متحيز أنا هجيب لكم التايتل بتاعه من جزء من مقال في جريدة الأهرام سنة 2002، والمقال كتبه الأستاذ إبراهيم حجازي، وهقول لحضراتكم يعني مقتطفات بسيطة، واللي عايز يسترسل ويتوسع يدخل على الموقع الويب سايت بتاع دكتور عادل www.drعادلشريف، وده ان شاء الله يا ريت يعني الكنترول يحطه على الشاشه .com، ويعرف يعني مين هو دكتور عادل. دكتور عادل ليس بطبيب عادي، ودكتور عادل انا بعتبره بعد ما تعامل مع بعض الاختراعات يعني أصبح من المكتشفين المخترعين المبتكرين، وأثرى مجال طب الأطفال بأشياء سواء في التعاملات الدوائية لبعض الأمراض أو الأجهزة التي تعالج بعض المعضلات الطبية أو المرضية بالنسبة للأطفال. كل ده هنتعرف عليه من خلال دكتور عادل، بس الأول هعرفكم وأقرأ لكم مقطع صغير من مقال الأستاذ إبراهيم حجازي في جريدة الأهرام سنة 2002 بالضبط 25 أكتوبر. السيد إبراهيم بيقول: هذه قصة شاب وهي حقيقية، أهديها للسيد وزير التعليم العالي في ذلك الوقت، وهي حدوتة غريبة وخيالية بالنسبة للسذج أمثالي الذين لا يتصورون أن تحدث مثل هذه الأمور داخل محراب مقدس هو الجامعة. الجامعة التي أتحدث عنها هي جامعة الزقازيق، وبطلها أو ضحيتها إن شئنا الدقة مصري، شاب مصري مثل سائر المصريين يعشق تراب الوطن، وهذا العشق كان دافعه للتفوق العلمي الواضح، والذي به دخل كلية الطب ومعه تخرج بامتياز في الطب والأول على دفعته في سنة 1989، واستمر التفوق وحصل في سنة 94 على ماجستير طب الأطفال بتقدير ممتاز، وهو الوحيد الذي حصل على هذا التقدير في جميع الأقسام خلال هذا الدور، وبالطبع هو الأول.
ونسأل الله تعالى أن يكون أولا في كل شيء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى على رأس القائمة، ونجعله إماما للمتقين، لأننا نحسبه من أهل الصلاح والتقوى، ولم يزكيه الله سبحانه وتعالى. وواصل تفوقه وناقش الدكتوراه في نوفمبر 97، وحصل على عضوية الكلية الملكية لطب الأطفال بلندن، والعضوية لها 3 امتحانات، واحد في القاهرة واثنان في لندن، ودخلها على نفقاته ونجح في 3 امتحانات، وقام بمعادلة درجة الدكتوراه في طب الأطفال من المجلس الأعلى للجامعات، وهو أول طبيب أطفال في جامعة الزقازيق توافق الكلية الملكية له على العمل في المملكة المتحدة بدون عمل المعادلة BLAB. وحتى قبل حصوله على عضوية الكلية الملكية، هذا الشاب المصري المتفوق هو الدكتور عادل شريف أحمد، وتفوقه على مدى كل هذه السنوات يشير إلى موهبته الهائلة التي تكونت داخله، وهذه الموهبة التي دفعت الكلية الملكية لإعفائه من أي معادلة إذا ما أراد العمل في إنجلترا، بل وأعطته خطابا مفتوحا في أي جهة طبية داخل إنجلترا تزكية للعمل فيها. والكلية الملكية لا تفعل ذلك لوجه الله، إنما لمصلحة إنجلترا التي يهمها أن يعمل بها كل موهوب في هذا المجال. وهذا الإثراء وهذا التميز وهذا التخصص الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على ضيفنا، يعني لا نطيل على حضراتكم في تعريفه، بل أترك يعني المجال ليقدم لحضراتكم نفسه، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى مما أرجو أن يسوق الله سبحانه وتعالى النفع والشفاء على لسانه، وأن يكون سببا في شفاء هذه الأمراض المعضلة التي ليس لها علاج بالنسبة للأطباء التقليديين. فيعني أتركه مع حضراتكم يقدم ما توصل إليه والحالة التي وصل إليها في أبحاثه ودراساته ودرجاته العلمية، ويكون ذلك أول الطريق لنتعرف من خلاله ومن خلال لقاءاته وحلقاته على ما ينفع الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا دكتور ابراهيم على الكلام الجميل ده، ويعني صحيت فينا مشاعر، يعني ايه يمكن هقول انها ماتت من زمان. طبعا كانت مرحله يعني ايه صعبه جدا الفتره اللي انا يعني كنت مهاجر من مصر، وقررت ان انا يعني ما هاجرش ارجع مصر تاني. فطبعا كانت صعبه عليا جدا ان انا يعني الطريقه اللي اتعامل بيها ان انا في الاخر يعني اتاخر. انا المفروض ان انا استاذ من اكثر من 10 سنين زمان، طبعا اتاخرت لان انا في الاخر نهايه القسوه دي انا اترقيت بحكم المحكمه. يعني قعدت في المحكمه 6 سنوات حتى ايه حصلت على درجه مدرس، مع اني ايه بالقانون انا مدرس. وهو ده يمكن اكبر دليل مقارنه، ان دايما حضرتك عارف ان اي حد متميز وموهوب ممكن يبقى يعني الاعداء او اللي بيحاول يقوم القضيه ليست قضيه شويه بس يمكن عشان كده حضرتك مشيت من مصر وبعد كده حليت ورجعت تاني. يمكن عشان خاطر حضرتك. الحمد لله. الله يعزك استاذ، الله يحفظك. انا عايز بقى ادخل دلوقتي على طول يعني ايه اكبر مشكله بالنسبه لطب الاطفال، وعرفت ان حضرتك ليك سبق في اختراع وتسجيل براءه اختراعات في حل المشكله دي حل جذري. يمكن ده اللي هنبتدي بيه مع حضرتك، الامراض او المشاكل المعضله بالنسبه للتعامل معها كطب تقليدي او ملهاش ادويه، ممكن يبقى يعني كشف الصدر بالنسبه لهذا الامر. والحمد لله يعني انا بفضل الله عز وجل وخبرات وتوفيقه طورت جهاز لعلاج التبول الإرادي في الاطفال. هو جهاز طبعا موجود لكن للاسف هو يعني ايه مش معروف في بلادنا. وانا القصه بتاعته ان انا كانت بنتي عندها نفس المشكله دي. فطبعا لما تقرا في اي كتاب علمي يعني حضرتك شايف ان ده من على راس المشاكل، مشاكل كبيره جدا. يعني نسبه التبول الاغراضي في الاطفال عن سن 5 سنين 20%، 20% من الاطفال كلهم، 20% من الاطفال على سن 10، من 10 الارقام العالميه والمحليه من 10 ل 20%، على سن 10 سنين بتبقى من 5 ل 10%، واللي في النص دول كلهم عندهم الارقام بتقل يعني على 6 سنين 7 سنين 8 سنين. طب والبالغين 1%؟ عشان من كل من البالغين يعني البالغين عندهم مشكله التبول الاعراضي. فالمشكله في الاطفال مشكله كبيره جدا، ويعني يمكن سعادتك عارف وكل الناس عارفه دي مشكله في كل بيت وفي كل اسره. وزي ما بقول لك انا كانت بدايتي مع الموضوع ان انا بنتي كان عندها المشكله ديت، وطبعا انا ك يعني كطبيب ويعني معايا درجات علميه وكده كان لابد ان انا امشي معاها الكلام العلمي السليم.
اللي هو ان انا ايه، ان انا الاول بالعلاج التحفيزي وبعد كده اجيب اللي بيسموه منبه التبول الاعراضي. فعلا جبت لها جهاز منبه التبول الاعراضي من امريكا وفشل معاها. وطبعا كان صعب جدا ان ارجع جهاز امريكا واجيب جهاز تاني، لان هناك سهل جدا انك يعني الفكره كانت موجوده بس حضرتك لا، الفكره موجوده، هي الفكره نفسها موجوده معروفه في اي، تخش في اي دوريه علميه في اي مجال في اي كتاب في اي حاجه في الدنيا، علاج التبول الاعراضي بيبدا بعد العامل النفسي والتحفيز بحاجه اسمها منبه التبول الاعراضي او الانيوريزيس الاف، لدرجه ان هو في مواقع على الشبكه العقوديه قائمه فقط على، او شركات قائمه على بس بيع هذه الاجهزه وما ما ما يعني ايه ما يتعلق بيها. المهم ان انا طبعا الجهاز فشل لان هو كان شغال بحجر ساعه، وكان امريكي الامريكي هو كان جهاز رائع جدا لكنه فشل لان هو مش يناسب الوضع بتاعها، لانه كان بيضرب جرس يخلص الحجر والجرس يخلص وما تستيقظش يعني. فجات لي الفكره في الوقت ده، وطبعا اديتها العلاج، العلاج قعدت بنتي تاخد علاج لمده سنه كامله، علاج اصلا يعني علميا المفروض ما يتعملش اكثر من 3 شهور ومكلف جدا، يعني يمكن في السنه حوالي 4000 جنيه. 4000 ده حبايه في اليوم ب 10 جنيه. طب ما الجهاز ممكن يبقى اغلى مثلا. الجهاز الامريكي اللي هو العالمي ده معروف سعره بيبدا من 50 دولار. احنا كنا جايبينه امريكا 58 دولار، يعني حوالي ايه 400 جنيه مصر. لكن طبعا بفضل الله عز وجل الجهاز اللي احنا بنصنعه هنا في مصر اقل من كده بكثير، اقل من نصف هذا الثمن يعني. المهم انا جات لي الفكره في تطوير الجهاز ده في الوقت ده من الناحيه الفنيه ومن الناحيه العلميه. وطبعا المشاغل الحياه والكسل والاحباط بانك انت يعني ايه، يعني انك انت في ايه، انك انت هل هذه الذكرى ستلقى قبول ام ايه لن تلقى قبول. المهم ان انا يعني اتحركت برضه في الوقت ده وتواصلت مع شركه ثانيه وبعتت لي جهاز. كان يعني ثمنه في الصين هناك حوالي 7 دولار وفوجئت بيه ان هو ما بيشتغلش خالص. فبدات اطور جهاز اللي انا الفكره اللي انا ايه اللي انا اعملها واطورها، وفعلا بفضل الله عز وجل صنعنا الجهاز هنا في مصر، بنصنعه هنا في مصر. صحيح المكونات معظمها مستورد لكن بنصنعه هنا في مصر. والنتائج اكثر من رائعه، يعني مثلا تقريبا متوسط بتاعه 20 دولار مثلا اللي هو اللي احنا بنصنعه. يعني الجهاز حوالي من 150 ل 200 جنيه يعني تقريبا. طب حضرتك اللي ده هل هو وضعه مؤقت طول ما هو موجود وبيستخدم مع الطفل، او هو ممكن يقدم العلاج فعلا ان هو يستخدم علاج التبول الاعراضي بعد التحفيز منبه التبول الاعراضي في استعماله من 3 ل 5 شهور 60 ل 80% من الاطفال بيشتغل عنه خلاص يشفوا. دي اللي زمان ده بالوضع التقليدي بالجهاز التقليدي غير الجهاز اللي احنا مطورينه. الجهاز اللي احنا مطورينه نتائجه اعلى من كده. من 60 ل 80% بيشفوا. طب المقابل كده الدواء اللي مسموح باستعماله من منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او، الدواء الوحيد اللي مسموح باستعماله بعد استعماله لمده 3 شهور 70% بيرجعوا تاني. وهذا الدواء تكلفته الجهاز بتاع حضرتك بقى النتيجه بعد 3 ل 5 شهور ده جهاز ده الاستعمال. انا عايز نتيجتنا اعلى، لان احنا بنقدم جديد في الجهاز بتاعنا، بنقدم جديد زي ما احنا عاملين فيه جزء طبي جديد فيه في استعمال بتاع الجهاز نفسه. كويس. طب هو بنقارنه بالطريقه التقليديه من الجلسه بعد ما يسيبه، ما احنا قلنا من 60 ل 80% الجهاز حضرتك عامله، احنا قلنا دلوقتي من 60 ل 80% بيخفوا، وهيبقى الرقم اللي هيبقى مش هيخف بيستعمل الدواء مع الجهاز برضه، مش بيستغنى عن الجهاز. كويس. يعني هيستعمل برضه الدواء مع الجهاز. هو الجهاز فكرته ببساطه، خدت براءه اختراع انا سجلت براءه اختراع في اكاديميه البحث العلمي حوالي 6 7 شهور، وفعلا بدانا نصنع الجهاز ونجرب. دلوقتي لو حد عنده مشكله سواء كبيره او صغيره، طبعا انا بستعمل الجهاز دلوقتي في عياده الشبكات ونتائجه عاليه جدا جدا، يعني اوريدي موجود خلاص، اوريدي موجود لو حد عنده مشكله ان شاء الله باذن الله، والنتائج عاليه جدا جدا، وزي ما قلت لك بدون اي اثار جانبيه. مش كده بس، كمان احنا بنقدمه ان الطفل على ما يخف هيعين السنسور وهيستعمل ده منبه عادي تقليدي. ده بقى ده دي راحت تاني استعمل؟ لا انا اصلا بقول ان انت من ده من ضمن اللي هي براءه التقدم تجيبها، احنا عاملين الجهاز على منبه تقليدي. كله على منبه تقليدي ده بيقدم لنا حاجتين، اول طفل اول حاجه الطفل ما بيخافش منها. ده مش جهاز طبي. ثانيا هو ساعه منبه مش منبه. حاجه بسيطه يعني لا على دي الطفل بنديها له عنها هديه. طب الطفل خاف بتعيد السنسور وتستعمل ده المنبه التقليدي عادي، يبدا بيسموه احنا كوست بنفيت. هو طبعا اخطر حاجه ان هو ملوش اي رأساب. ملوش كل أي كل الاجهزه ملوش علاقه بالحاجات اللي ممكن يبقى اثر كل الاجهزه التبول الاراضي ليس لها اي تاثير بكل انواعها بكل اشكالها. هو زي ما قلت هو احنا مش عاملين اختراع، احنا طورنا جهاز موجود فعلا والله، احنا وبنصنعه محليا ودي نقطه مهمه جدا. ده يعني بس طبعا من ضمن صعوبات تقابلنا ان الناس وحتى الاطباء ما عندهمش الثقافه. يعني انا بسال المدرس الناس الشاطرين عندنا في الاسم، قلت تعالى يا محمد ايه علاج التبول الاعراضي؟ قال لي اول حاجه الدواء. قلت له ازاي يا محمد؟ انت جبت نيلسون؟ محمد ما شاطر جدا، الدكاتره شاطرين جدا. لو جبت نيلسون هات نيلسون كده شوف نمره واحد ايه؟
لا احنا هنتعامل مع حضرتك بقى من خلال العيادات ونشوف موضوع الطبيعه والناس اللي فعلا تتعامل مع حضرتك ان شاء الله. نبدا نتواصل معاهم ونعمل مداخلات ان شاء الله عشان خاطر احنا عندنا تجرد وبنعرض الموضوع بشفافيه ان شاء الله. انا مستبشر ومتفائل خير. فاصل وفي نهايه الحلقه مع دكتور عادل انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عادل شريف، أستاذ مساعد طب الأطفال كلية طب جامعة الزقازيق. وقبل ما أدخل مع سيادته في مناقشة وعرض آخر ما توصل إليه في المجال المتعلق بطب الأطفال والأمراض اللي ملهاش ربما يعني بالنسبة لأطباء كتير متخصصين ملهاش علاج قوي، وربنا سبحانه وتعالى وفقه، فهو انا طلبت من سيادته ان هو يتكلم عن الحاجات اللي هو متميز ومتخصص وربما يكون عنده اختراعات واكتشافات وابتكارات جديده، لان يبقى هو دي الحاجه المتعلقه ومتخصصه ومتعلقه بدكتور عادل شخصيا. فناخد اللي عنده الاول بشكل متخصص وبعد كده ممكن ندخل المواضيع بشكل عام. قبل ما احاور الدكتور عادل بقول لكم ان شاء الله عيد السوهاج باذن الله. انتظرونا يوم الاثنين المقبل، انا عارف الناس انتظرت كتير، بس ان شاء الله انا والدكتور احمد ابو النصر ممكن الدكتور عادل شريف ان شاء الله يبقى معانا يوم الاثنين المقبل باذن الله. هنعمل زياره وفي هديه، ان هم عملوا خصم على الكشوفات 50% هديه لاهل الصعيد علشان خاطر نعوضكم عن التاخير، وباذن الله دي اول مره واخر مره نتاخر عن حضراتكم، لان احنا محتاجين ان احنا نشوفكم على طول ودوما وابدا، من احنا يعني تاخيرنا ده مش بيترجم ان احنا مش عايزين نيجي ولا حاجه، بس هي الظروف. علشان كده انا بهيب باي حد عايز يتابع معانا في العياده من وجه قبلي، كل محافظات الصعيد يتصل على الرقم اللي على الشاشه ويحجز، على اساس ان احنا ما نعرفش هنيجي تاني امتى، ومش عايزين نضيع الفرصه عليكم، علشان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون مقدر عليك الشفاء فتاخد بالاسباب، وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. نرجع للدكتور عادل شريف استاذ مساعد طب الاطفال جامعه الزقازيق. حضرتك ايه المعضله الثانيه؟ احنا اتكلمنا عن موضوع التبول الاعراضي، وحضرتك ابتكرت واكتشفت واخترعت جهاز لحل المشكله حل جذري وسجلته في هيئه البحث العلمي وبراءه الاختراع. وده هو ده العنوان اللي انا هيبقى ده عنوان الدكتور عادل، لان الدكتور عادل شريف ربما له ابحاث وله يعني صولات وجولات في حاجات كتير، بس الجهاز يمكن هو ده الحاجه اللي انا بقول حلت مشكله فعلا ملهاش حل، واللي بيعاني منها يمكن كل بيت في مصر وفي الخارج. فيمكن ده على راس اولويه الحاجات اللي حضرتك يعني ليك السبق في التوصل اليها. ايه الحاجه الثانيه بعد اختراع الجهاز اللي بيعالج التبول الارادي؟ حضرتك شايف ان يعني ان شاء الله يعني لو الاطفال اللي عندهم حساسيه عندهم المشكله دي يعني ايه اللي ممكن يقع عند حضرتك؟ وايه المتوقع من النتائج؟ وهل فعلا يبقى في امل ان المرض ده يخف ويتعالج، ولا الموضوع مؤقت؟ ولا والادويه هل يعني ادويه زي ما بنسمع كلها كورتيزونات ولها مضاعفات ولها، يعني عايزين نوصل لاعلى درجه من الشفاء وتحقيق النتيجه اللي احنا عايزينها باقل نسبه خسائر او اعراض جانبيه بالنسبه للادويه. فحضرتك تقول لنا هل في بروتوكول عند حضرتك يقدر يوصلنا للمعادله دي؟ هي معادله صعبه، حضرتك عارف طبعا دخول الادويه عموما زي الكورتيزون في علاج حاجات كتير بيخلي التعامل معها صعب، يرجح هل دخل ادويه ممكن لها اعراض جانبيه اكثر من المشكله المرضيه، ولا اكتفي بحاجات عاديه والوعي ما يخفش يخف درجه بسيطه؟ فموازنه المعادله دي اظن حضرتك توصلت فيها لحل. هو المشاكل الكبيره جدا برضه عند الاطفال اللي موجوده في مصر برضه، يمكن الرقم بتاع النسبه فيها قريب من مشكله التبول الاعراضي، هو مشكله حساسيه صدر الاطفال. حساسيه الصدر. نعم، والرقم ده بيصل ل 20% دلوقتي مع التطور الحديث والتلوث اللي في البيئه والسحابه السوداء انت عارف الموجوده اليومين دول. فحساسيه الصدر في الاطفال في مصر من المشاكل الكبيره جدا. واحد جوانب مشاكلها الكبيره برضه العلاج الغير سليم. للاسف الجديد، لان العلاج الاساسي بتاع حساسية الصدر هو العلاج عن طريق الاستنشاق، وده برضو غايب في مصر.
بتلاقي يمكن 20 سنه واحنا بنعالج العيانين بالطريقه دي، وبنلاقي صعوبه جدا، بتلاقي صعوبه في اقناع العيان باستعمال العلاج عن طريق الاستنشاق. وبعدين بتلاقي كمان ان انت قصادك ناس بتضغط على العيان، بحيث ان هو يعني انا افتكر قريب جدا يعني حصل لي موقف عجيب جدا، يعني احد المرضى اللي يمكن علاقتي بيه يمكن يعني اقول السواق بتاعي، ابنه عنده حساسيه صدر، وانا ماشيه على البروتوكول العلاجي اللي ماشي في امريكا وفي انجلترا، تخاخات واعلى وسبيسر وكل حاجه. فاجئ ان احد الاساتذه الكبار عندنا في الكليه واللي هو متخصص على الصدر يروح له المريض ووقف العلاج. المهم فما قابلته في الاسم قلت له، اقول له انت يعني ازاي توقف العلاج بتاع كذا، العلاج المواحي دي؟ فقال لي العلاج المواحي هو البخاخات. فقلت له ازاي توقف؟ يعني طب انت يعني هو المواحي ازاي توقف؟ فطبعا مشكله كبيره جدا، مشكله حساسيه الصدر في الاطفال. وحساسيه الصدر في الاطفال خالص تستمر مع الطفل. تستمر مع، مفيش علاج جذري بيشيلها. يعني الدواء ياخده المريض يلغي حساسيه الصدر. في الطب الحديث مطلقا نهائي، العلاج بيبقى كنترول. يمكن عشان كده احنا طبعا الدكتور احمد ابو النصر عرضه حضرتك، طبعا انت كمان انت من النوع اللي انا بعتبر يعني عاشق للطب الطبيعي او الشرقي او الصيني، وما بتنكروش بالعكس، انت بتشجع لانك انت عارف في حاجات كتير في الحاجات النباتات الطبيه الطبيعيه بتعرف حضرتك من الاعراض الجانبيه بتاعت الادويه. فعشان كده يمكن كنت في اول البرنامج بقول ان ده فتح من الله ان حضرتك بقى متخصص في الطب الغربي بالمدرسه التقليديه الامريكيه او الاوروبيه، وبتجمع كمان معاها. بس الدكتور احمد ابو النصر هو يعتبر يعني الوجهه او المنظومه الطبيعيه العلميه اللي بيها نقدر نعمل دمج بين الطب التقليدي اللي حضرتك درسته وبين الطب الطبيعي النباتي خلال دراسه النباتات الطبيه. ودكتور احمد ابو النصر يعني هو يعتبر عمده في هذا الباب، وانا بعتبر ان ده يعني تفوقه العلمي وبحثه في مجال علوم النباتات الطبيه، يمكن ده يوازن الوضع مع حضرتك في المدرستين، ويمكن نكمل بعض. الحاجه اللي ممكن يبقى انا حاسس ان هي محتاجه ان اهرب بيها من الحاجات المضاعفات بتاعت الادويه، الحمد لله ربنا اكرمنا وبقى عندنا ليها بديل، ممكن نعمل عمليه دمج وتوليفه لقلل المخاطر على اقصى درجه. فحضرتك الطب الغربي لم يقدم شفاء حتى الان. كنترول. يعني في ناس بنقول ماشي على الدواء طول عمره، فاذا كان في حاجه هتقدم شفاء احنا نتمنى ذلك، احنا يعني مشاورين لذلك. هو انت هتتبنى الملف ده ان شاء الله وتبدا تشوف النتائج من خلال، لان الحاجات دي ان شاء الله فعلا انها حاجات ربانيه طبيعيه وملهاش اي اعراض جانبيه. طب الوضع الحالي لو طفل عنده برونكال ازمه ممكن توصل لمرحله يعني تتعارض مع حتى التنفس الطبيعي بتاعه، ممكن يبقى عنده سيفير ويز ومحتاج بيعملوا نيبيولايزر ويروح المستشفيات والاستقبال والطوارئ، الحاله دي لو جات لك في الحاله الاكيوت الارجنت السيفيريتي بتاعتها عاليه، حضرتك بهل بتعمل له الحاجات الكنترول البروتوكول اللي بتعمل عادي، بتعمل له مثلا نيبيولايزر وبتديله، والله عندك يعني الرول بتاع الشغل بتاع حضرتك؟ طبعا دلوقتي هو طبعا الحساسيه اصلا بتتقسم الى درجات، في حساسيه عندنا مزمنه ودي اصل حساسيه كده، ودي اللي فيها الكنترول اللي هي فيها العلاج الوقائي، العلم بيمشي على علاج وقائي مستمر يوميا، قد يكون في صوره حبوب وفي الغالب بيكون في صوره بخاخات كورتيزون، وده بنسميه الكورتيزون هو الكورنر ستون او حجر الزاويه في علاج الحساسيه. ده يمكن انك انت تعالج حساسيه الصدر عند اطفال او عند كبار بدون كورتيزون، سواء كان موضعي او كان طريق عن طريق الفم او حتى عن طريق الحقن في بعض الحالات. فاحنا بنحاول ان احنا ننشر ثقافه العلاج بالايه، بالانهيليشن او اللي هي البخاخات، ننشرها بين الناس، لان ده موضوع مهم جدا بالنسبه لنا. دي في اقل مخاطر الحاجات اللي بتاخد، اقل طبعا، اقل كتير جدا من عطاء الفم. يعني انت لما بتدي كورتيزون النهارده بالبخاخه بتديه بالمايكروجرام، وجزء المص منه بيخش الدم بيبقى 15%، ومع ذلك برضه في الاخر الاطفال اللي بيمشوا على جرعات كورتيزون عاليه بتوصل الى 500 مايكروجرام في اليوم برضه بيأثر على نموهم. الابحاث معموله بكده، بتأثر على نموهم، ممكن حتى تعمل تثبيط للكورتيزون الداخلي. فحتى لو وصلنا ان احنا نستغني عن الكورتيزون ده يبقى حاجه يعني ايه، ما هو ده اللي هو ده بنقول احنا، ما هو التعامل بتيم ورك وفريق عمل منظومه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجماعه بركه والفرقه عذاب، ودايما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال
ما تشاور قوم الا هداهم الله وارشد امرهم. طالما انا ما عنديش تجرد، ما عنديش تحيز او تعصب لشغلي، ومتجرد من الموضوع، وكل اللي يهمني ان انا المريض اللي يجي لي اقدر ازاي فعلا اوصله لاعلى درجه من الشفاء، بغض النظر الحاجه دي عندي او مش عندي، منسوبه ليا او لغيري، ده اللي عشان كده هتلاقي دايما الناس اللي معانا في المنظومه السبب بتاعهم بيميلوا للناحيه الشرعيه زي حضرتك كده، لان هو الشرع هو اللي بيهذب في النفوس حته التجرد دي، ويبقى هو حتى لو شايف ان الحاجه دي مش منسوبه له او هيعمل اشهار او تعريف ليها وهي مش بتاعته، هو مش بيبص للنقطه دي اللي كان يعني دايما مسقط الضوء والتركيز على ازاي يوصل المريض ده لدرجه الشفاء. وهو ده العمل الجماعي، ويمكن حضرتك والدكتور احمد ابو النصر هيبقى فيه نوع من التعاون في ان احنا ازاي نسقط الادويه اللي ممكن مع الوقت، حضرتك عارف ان الكورتيزون ممكن يعمل ضغط مع الوقت وسكر وهشاشه ومشاكل، وممكن يعمل حضرتك عارف الاديمه بتاعه الجسم انافاركا وكل المشاكل اللي بيها، ممكن المشكله تتفاقم لو واحد بيسيء استخدامه بيدي كميات كبيره وجرعات كبيره، مش بيشوف مثلا لازم يعمل بخاخ عشان يقلل الاعراض الجانبيه. فالموضوع محتاج شويه نوع من التوفيق بين البدائل وبعضها عشان نوصل لاعلى درجه في التاثير الطبي العلاجي واقل ما يمكن من الاعراض الجانبيه. وهو ده التارجت اللي احنا بنوصل له، عايزين نوصل له من خلال المنظومه الطبيه اللي حضرتك شرفتنا فيها، وانا بشرف بالتعامل مع حضرتك من خلالها. فحضرتك شايف المشكله دلوقتي الوحيده عندك ان انت عندك الحمد لله علاج، بس في بعض الحاجات اللي انت مضطر انك تديها ولها اعراض. لا هو برضه احنا عايزين نبقى واضحين ان العلاج مش شافي، اذا كان في حاجه فعلا هتشيل حساسيه يبقى ده شفاء. العلاج كنترول. النهارده لما تيجي تقول لك الطفل يبقى عنده حساسيه بتقول له ايه؟ بيقول لك ابني هتخف امتى؟ بتقول له والله من كل 3 اطفال 2 بيخفوا. مفيش اشعه ولا تحليل ولا اي حاجه تقول لك هيخف ولا مش هيخف، فاذا كان في حاجه هتخففه احنا متشوقين ليه؟ احنا نفسنا احنا نعمل بروتوكول زي ما انت بتقول متوازن، بمعنى انك انت ايه؟ هنضلنا مستمرين في العلاج الوسطي زي ما احنا انت بتحاول التدريج، واحنا بندي العلاج اللي هو البريفنتيف او اللي بيشيل خالص نهائي اللي احنا بنقول اللي هو الدكتور احمد بيقدمه. اذا لقينا في نتائج خلاص حاجه رائعه جدا، احنا نتمنى ذلك، نتمنى ان احنا نبطل ندي العيانين، وان شاء الله ده هو ده اللي ان شاء الله. هنفاصل عشان الاذان ونرجع لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. عدنا لحضراتكم مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عادل شريف، أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق. وقبل ما أستضيف وأحاور سيادته بقول لحضراتكم إن إحنا إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي الثلاث المقبل في الأسبوع القادم إن شاء الله اللي هو بعد 3 أيام بإذن الله هنزور عيادة سوهاج انا والدكتور احمد ابو النصر، ممكن الدكتور عادل شريف لو في حد يعني فعلا هنا في عدد كفايه بدل ما يجوا له عياده القاهره ممكن يعني نستاذنه ونضغط عليه وناخده معانا عياده السوهاج يوم الثلاثاء ان شاء الله. ف يعني احنا بنقول لو اي حد عنده اي مشكله وعايز يتابعنا انا والدكتور احمد ابو النصر ضروري يحاول يقابلنا، لان احنا ما نعرفش الفتره اللي جايه دي هنيجي امتى. وباذن الله احنا عاملين هديه لاهل الصعيد اول مره، وعاملين المسؤولين عن العياده اداره العياده اللي موجوده في سوهاج عاملين خصم في الكشف 50%، وقلنا دول حبايبنا ولازم يبقى لهم عندنا هديه ومكافاه في اول مره نزورهم فيها. نرجع للدكتور عادل شريف، حضرتك ايه المشكله بقى الثانيه الثالثه اللي حضرتك بتقابلها كاستاذ مساعد في كليه الطب، سواء بالنسبه للعمل الاكاديمي في الجامعه او بالنسبه لعياداتك ومراكزك الخاصه؟ وطبعا من المشاكل الكبيره برضو اللي نسبتها كبيره جدا في الاطفال الرضع اللي هو مغص الرضع، بس مش مغص الرضع التقليدي اللي هو يعني اي حد بيرضع لا طبعا في حاجه اسمها مغص الرضع الزايد او الاكسسيف كراينج، اللي هو في واحد اسمه ويكلز وصفه قال ان ده بيكون 3 ساعات 3 ايام 3 اسابيع، يعني الطفل بيعيط اكثر من 3 ساعات في اليوم لمده 3 ايام في الاسبوع 3 اسابيع. ده اشهر وصف معروف اللي هو ويكلز كرايتيريا اصلا، وانا يمكن ليا بحثين في الموضوع ده، هو منهم واحد كان تاني بحث في العلم كله عن علاقه مغص الرضع بالرسوم الحلزونيه في المعده.
شفنا ان في علاقه بين الاثنين وطيده، شفنا ان 60% من حياه الاطفال اللي عندهم مغص رضع يعني حتى في الاطفال الجرثومه اللي فوجئنا، واحنا حتى بنعمل بحث دلوقتي عشان نشوف الجرثومه دي جايه منين. يعني الطفل ده حتى لما عملنا البحث الاولاني لقينا 50% من الامهات عندهم جرثومه و50% ما عندهمش جرثومه. يعني علاج الجرثومه دي بحث من هو المشكله انك انت عشان تدي علاج للجرثومه اصلا علميا ما تديش علاج للجرثومه في المستقبل، فاحنا بندي حاجه ثانيه برضو مستخلص برضو من بكتيريا نافعه وبرضه بيجيب معانا نتائج، لكن ساعات بنلجا لعلاج الجرثومه في الحالات التي لا تستجيب للعلاج التقليدي. ودي مشكله كبيره جدا يعني بتقابلنا وبتقابل في كل دراسه الاطفال وهم عارفين كده، ان الام تيجي تشتكي لك ان ابنها بيعيط عيط شديد جدا مش عارفه تنام، يعني بعد بيجي اطفال بقى لهم 3 شهور اهلهم مش عارفين يناموا. وده يمكن ابحاث كتيره جدا بتتعمل في العالم دلوقتي. ايه بقى الحاجه التقليديه بالنسبه اللي بتعمل المشكله دي؟ لا التقليديه لا، ده هو دواء دي عباره عن بكتيريا في صوره دواء، موجود في صوره دواء عباره عن بكتيريا طبيعيه حاجه اسمها لاكتوباس. ده برضه من الابحاث الجديده، ولقينا فعلا ان في نتائج كويسه جدا مع الحياه اللي ما لهاش سبب. لكن اذا لقينا في سبب زي الجرثومه برضه ندي اللاكتوباس اللاي، لكن اذا ما لقيتش معانا نتيجه مضطر ندي علاج الجرثومه، مع انه في السن ده الموضوع صعب جدا. طب تقريبا النتيجه بتوصل فيها الشفاء؟ يعني احنا بالنسبه للمغص والرضع بالذات احنا لنا ابحاث فيها كتير كده جدا. واحد الابحاث اللي احنا شغالين فيها دلوقتي علاقه مغص والرضع في الاولاد اللي هم لسه ما اتختنوش، يعني الموضوع برضه لسه طبعا عاملين معانا. تمام، طب انا بقى هشوف بقى الفرق بين الطب بتاعكم والطب بتاعنا. هو طبعا الطب التقليدي له باب كتير في الموضوع ده، له باب كتير، وهو ده مقارنه بين الحاجات الصناعيه المخلقه عن طريق الادويه الكيماويه والحاجات الربانيه الطبيعيه. ويمكن العمد زي ما قلت لحضراتكم اللي على راس الهرم في هذا الباب، وانا بقول ان الدكتور احمد ابو النصر لما بقعد اتكلم معاه بحس ان واحد يعني باحث ومتجول، ويعني واحد دماغه كلها في العلم. ويمكن اللي بيتعامل مع الدكتور احمد من خلال مراكز يقول لك الدكتور احمد متفرغ لمتابعه الحالات، انما الواقع انا بقول ان الراجل ده قدر يستوعب ويستحوذ ويجمع كل العلوم تتكلموا في اي نبات طبي بفضل الله، كانه واحد محضره ومجهزه وداخل يمتحن فيه عشان يحصل فيه على درجه علميه، ويبقى كانه داخل لجنه امتحان. لدرجه ان انا بقول دكتور احمد انا بستخسره ان هو يشوف عيان ويضيع وقته مع مريض، احنا ممكن يدرب الناس اللي زيي، ولا يشوف المرضى ويوفر وقته للملف العلمي اللي بيه ممكن ينشر الخير الالهي الرباني والاعجاز اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعه فيما خلق، ويبقى سبب للشفاء الكامل. ده الفرق بين الطب التقليدي الغربي، ده ممكن يبقى ده علاج مؤقت، اما الشفاء الكامل باذن الله سبحانه وتعالى مع الحاجات النباتيه الطبيعيه الربانيه الالهيه. والدكتور احمد ابو النصر كان المفروض يبقى معانا، بس طبعا لن نعفيه ابدا في ان هو يبقى معانا ان شاء الله في الحلقات المقبله، علشان هيبقى مسؤول عن الملف العلمي المتعلق بالعلوم الخاصه بالنباتات الطبيه في المنظومه اللي انا بأشرف ان اتعامل معاه فيها. وانا بنسحب لما يدخل الجهابذه والعماليق العمالقه في الملف ده، بحس ان انا بعد شويه مش هبقى ليا اي دور، ويقفل نجمي واقول خلاص انا كنت حلقه ووصلت همزه تواصل بين حضراتكم وبين الناس دي. ده كان دكتور عادل شريف استاذ وراجل تواضع وبيجي معايا عشان خاطر عايز يقدم حاجه جديده للناس، ربنا يجعلها سبب في شفاء الاطفال المساكين دي. ودكتور احمد ابو النصر يتواضع ويتعامل معايا في المنظومه اللي انا بشتف عليها. انا بعتبر ان انا لازم فورا انسحب واسيب لهم المرسوم يتسابقون فيه، ويحقق الله سبحانه وتعالى على ايديهم الشفاء النافع الكامل لهذه الامه المباركه. دكتور احمد ابو النصر السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور رهيم، أشكر الكلام الجميل اللي انت قلته حضرتك عليا، بس ده اصلا من حقي بكتير يعني. لا ده اقل، انا لما حضرتك تيجي معانا وتتكلم الناس هتعرف ان انا ظلمتك يعني. لا 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 تسلم، جزاك الله خيرا. وطبعا برحب الاول طبعا بضيفك العزيز والكبير عندنا مقاما الدكتور عادل. الله يحفظك دكتور احمد، ربنا يحفظه ويبعد عنا يا رب كل شر، امين امين، وان شاء الله يحطه في المكان اللي هو نفسه يتحط فيه دائما وابدا، هو اعلى مقاما عند كل الناس من اي يعني من اي منصب او اي درجه. ربنا يبارك فيك. الاستاذيه مش بس بالتايتل، لا الاستاذيه بالخبره الكبيره الطويله عند الدكتور عادل يعني. جزاك الله خير. طيب دكتور احمد، عشان نستفيد من مكالمه حضرتك، لان احنا
في الاخر انا بعتبر ان انا عيان وعايز حاجه تخفف وتلطف اللي انا فيه، وبعد كده ممكن نتكلم في الحاجات اللي هي ممكن مش هتبقى طارئه، لان بفرصه حضرتك طبعا مداخلتك مش هتبقى طويله، لو انت معانا كان ممكن نوسع شويه في الكلام، بس دلوقتي عشان خاطر الوقت ضيق عايز اسال حضرتك السؤال الاول، وسؤال معضل بالنسبه لنا كاطباء، ان عندنا تقريبا معظم او اغلب ان لم يكن كل الامراض المعضله اللي ملهاش علاج داخل فيها ادويه مدمره زي الادويه الكيماويه الكيموثيرابي او الكورتيزون، وهو ده الحاجه الوحيده اللي قدامنا، حتى لو احنا عارفين ان هي ممكن تدمر اكتر من المشكله الاساسيه والمرض الاساسي مضطر ان احنا نديها. فهل حضرتك تقدر تحل لنا اللغز ده وتقول لي ان احنا ان حضرتك فعلا تقدر توفر لنا بديل للادويه الكيماويه المدمره سواء كيموثيرابي مثلا ميثوتريكسيت بتاع الروماتويد او الكورتيزون اللي داخل في كل الاوتو اميون الروماتويد والذئبه الحمراء والصدفيه والقولون التقرحي وكل مشاكل المناعه وكل المشاكل اللي احنا ما بنلاقيش لها حل كاطباء، اول كلمه بقولها اقول اديله كورتيزون. فحضرتك هل عندك حل للغز ده؟ وهو ده اخطر حاجه بالنسبه لنا كده، هيكون احنا غطينا نسبه كبيره جدا من المشاكل اللي احنا بنعاني منها. انا وانا دكتور ابراهيم عاوزين نعرض الاحصائيه بتاعت منظمه الصحه العالميه عشان نقول يا جماعه اللي احنا بنعمله ده مش احنا الوحيده في العالم اللي احنا بنعمل هذا الكلام، بل بالعكس احنا بنفشي اللي الناس كله في العالم حوالينا بتعمله واحنا للاسف الشديد مش مهتمين بيه. يعني طبقا لمنظمه الصحه العالميه فان 75% من الشعب الامريكي بيفضل استخدام النباتات الطبيه عن الادويه الكيميائيه، ان 75% من الشعب الاوروبي بيفضل استخدام الادويه الطبيعيه عن النباتات عن الادويه الكيميائيه، النباتات الطبيه عن الادويه الكيميائيه، و 80% من الشعب الالماني، يمكن حضرتك تعاملت مع الالمان وعارف هذا الكلام كويس جدا اكثر من اي حد ثاني، 80% من الشعب الالماني بيفضل استخدام الادويه الطبيعيه والنباتات الطبيه عن الادويه الكيميائيه المتداوله، وان 90% من الشعب الياباني بيفضل استخدام النباتات الطبيه عن الادويه الكيميائيه، و 95% من الشعب الصيني بيفضل استخدام النباتات الطبيه عن الادويه التقليديه. احنا في الوطن العربي للاسف الشديد نص في المية واقل من نص في المية بيستخدموا النباتات الطبية في التداول. فالسؤال الاول يا دكتور، من وجهة نظر شرعية، وانت اتكلمت في اول الحلقة عن وجهة النظر الشرعية، هل ممارسة النباتات الطبية بالمنظر اللي احنا بنتكلم فيه نص في المية هل تعتبر بالنسبة لنا فرض عين ولا فرض كفاية يا دكتور ابراهيم؟ لا فرض عين طبعا. يعني اذا ده اللي احنا حاولنا اللي احنا نعمله زي ما حضرتك قلت، عاوزين نعمل منظومة طبية سليمة عشان فرض العين ده، لان احنا كلنا بناخد سيئات زي ما حضرتك عارف وحضرتك ابو الشرع في هذا الكلام. بارك الله. احنا كلنا بناخد سيئات ان للاسف ما طبقناش هذا الكلام. انا هحاول ان انا اكون مختصر. طبعا دكتور عادل جزاه الله خيرا اتكلم في ثلاث نقط. بالنسبه للنقطه الاولى بتاعت التداول الغير اراضي، احنا بالنسبه لنا في الادويه الطبيعيه والدراسات الطبيه بنستخدم حاجه اسمها سم النحل. سم النحل اللي هو نبج النحل، الميزه في سم النحل اللي هو بيقضي تماما على التداول الغير اراضي في فتره تتراوح من 3 لـ 6 شهور. تماما يعني سبحان الله نسبه النجاح فيه 100%. وعلى فكره يمكن انا شفت الحمد لله ولله الحمد فوق اكثر من 100,000 حاله، يعني بنقول مثلا ما لا يقل عن 1000 حاله منهم تداول غير اراضي سواء في الكبار او في الاطفال، ونسبه النجاح بتاعته 100%. يعني حضرتك اللي قطع حضرتك يعني معذره، ان يعني حضرتك بتقول ان المرضى لو الشرايح بتختلف في التفكير وفي الاعتقادات وتقبل يعني احنا كده حتى المريض اللي هو ما بيتقبلش مثلا الوضع عند الدكتور عادل في الجهاز اللي اخترعه، عندنا بديل عند الدكتور احمد، او العكس في ناس عندها عايزه حاجه. صحيح احنا بنتعاون، غطينا كل الكوارث. احنا بنقول تعاون المثمر. لا وفي كبار كمان بيحتاجوا ان هم يكملوا الطريق. بالظبط. لان حضرتك في كمان ناس كبار وفي ناس متزوجين مهينة. ما ينفعش يستخدم الجهاز، يبقى احنا عندنا بديل بالنسبه للشغل بتاع حضرتك. طب بالنسبه للبرونك الازمه، احنا عموما بقى الكورتيزون ده الكورتيزون داخل في كل حاجه بعد كده. البرونك الازمه احنا بنعمل لها سيستم عباره عن 7 نباتات طبيه او 6 نباتات طبيه، واحد من الحاجات الطبيعيه اللي احنا الدكتور عادل بيستخدمها كتير جدا عشان العظام، هي فيتامين دي. اول حاجه هي فيتامين دي فيه ميزه ممتازه جدا، اللي هو بيعدل اداء جهاز المناعه وبيقفل الالتهاب المصاحب لمرضى حساسيه الصدر. فبسرعه ان شاء الله باذن الواحد احد المراحل السلامه من العياده بتاعته يبتدي يستخدم فيتامين دي للاطفال الصغيرين عن طريق الشرب زي ما هو متعود، اللي بيديه للاطفال اللي عندهم نقص في فيتامين دي هيلاقي الوضع مختلف. احنا بنكتفي فعلا هو فعلا احنا بنتكلم دايما ان احنا ازاي ندي الحاجات الطبيعيه. طب حضرتك بالنسبه لل رقم 1، رقم 2
بنستخدم نبات الكركم. الكركم فيه ماده فعاله اسمها كركمين بتديله لون اصفر. الكركم ده بيوقف البروتين اللي مسبب الالتهاب اللي اسمه النيكروس فاكتور تيرابي، ده رقم 2. رقم 3 بتخلي الطفل او المريض ياكل كميه كبيره جدا من الطماطم. الطماطم فيها ماده فعاله اسمها ليكوبين اللي بتديله لون احمر، الماده دي بتوقف انتاج السيتوكين. رقم 4 البرو انثيانين اللي موجوده في نبات الهيبسكس اللي هو الكركديه، خلي البنت تشرب كركديه كميه كبيره. رقم 5 نبات الجينكو زبايلوبا. يمكن احنا يا دكتور ابراهيم الاسبوع اللي فات لو حضرتك تفتكر احنا قاعدين بنتناقش في الجينكو زبايلوبا وانه ده بيعمل مصر سيل استابلايزر، كمصر سيل استابلايزر فمنع اصلا من الخليه الحلميه اللي فيها كميه عاليه جدا من الهستامين دي اللي هي تنفذي بتطلع الهستامين بتاعها. يعني مصر سيل استابلايزر يعني. مصر سيل استابلايزر الجينكو زبايلوبا هو من نباتات. لا حضرتك بقى يعني حضرتك انت الكلام ده مش ده لازم تيجي تقوله بقى ان شاء الله، بس انا عايز دلوقتي اقول حاجه براكتيكال استاذنك عشان الوقت، حاجه عمليه يعني فعلا دلوقتي اصبح في علاج 100% للحساسيه الصدريه، في علاج 100% طبيعي وعلاج نهائي لاحتراق الانتكاسه، ولازم لازم ياخد العلاج مدى الحياه يتوقف بعد فتره وخلاص يكون ربنا شفاه تماما. موضوع المغص بعد الرضاعه المغص الغدره الدكتور عادل ده طلع خير، نتكلم في نقطه مهمه جدا الا وهي الاتش بايلوري او الهيليكوباكتر بايلوري. بالمناسبه يا دكتور انا كانت الرساله بتاعتي كانت عن الهيليكوباكتر بايلوري، وكان الرساله بتاعتي كان زي ما الدكتور عادل كده بيقول ليه ناس كتير جدا من الشعب المصري والاطفال عندهم نسبه عاليه جدا من الهيليكوباكتر بايلوري بالمنظر الرهيب ده. لان بكل بساطه الميه يا دكتور بتاعت الفرز الصحي عندنا في بعض المدن للاسف الشديد بتختلط بالميه بتاعت مياه الشرب العاديه، هو ده احد الاسباب الرئيسيه. رقم 1. رقم 2 ولان الهيليكوباكتر بايلوري بيتنقل عن طريق الفم، فالام دايما بتقوم مثلا يكون في اكل ولا حاجه للطفل تقعد تنفخ فيه وفي بقها تقعد تنفخ فيه وبقها في بقها عشان خاطر تبرر بالاكل ده، فبتنقل العدوى بتاعت الهيليكوباكتر بايلوري اللي بتبقى عندها للطعام بتاع الطفل، وبعدين بعد كده بتدخله في بقها وبعدين تمضغه وبعدين تحطه في بق الطفل تاني. ده احد الاسباب الرئيسيه لاصابه الاطفال الصغيرين. ليه الاطفال الصغيرين ممكن يجي لهم هيليكوباكتر بايلوري؟ الهيليكوباكتر بايلوري يا دكتور من النباتات الطبيه عندنا اللي بتطبق تماما عليها هي نبات الزعتر. الزعتر فيه ماده فعاله اسمها الصايمول، تركيز عالي جدا. الصايمول ده يا دكتور اقوى من الفينيك 10 اضعاف. يعني 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 حضرتك لو انا مثلا رحت جبت زعتر من عند عطار والله انت عندك حاجه مركزه بطريقه شويه مقبوله. عندنا الخلاصات اللي احنا ممكن نستخدمها بكميات كتير. عندك خلاصات جاهزه وتركيزها يعني وتاثيرها اكثر بكثير من صحيح، ولكن صحيح اقوى بمراحل جدا بمراحل، ولكن احنا بنقول يا جماعه شوف الامراض الكبيره دي سبحان الله علاجها حاجات بسيطه جدا ابسط مما قد تتخيلون. وبنقول لكل الناس طبعا ان ربنا يشفيهم ويعافيهم ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. يعني حضرتك يعني حضرتك شايف ان الدي زي ممكن يبقى بديل الكورتيزون في كل المشاكل والامراض المناعيه والحاجات اللي كنا بنتكلم عنها في الحساسيه الصدريه وغيرها، مش شايف ان ده بديل طبيعي؟ الدي زي انا اشتغلت كتير جدا يا دكتور ابراهيم في البرونكيا الازمه، هو من الادويه الفعاله جدا جدا جدا. لا حتى الامراض المناعيه الثانيه يعني اللي هو دخل فيها كورتيزون، كل الامراض المناعيه الروماتويد والزياده الحمراء والاختلاف المتناثر والقولون التقرحي والصدفيه، يعني هل فعلا بيجيب نتائج؟ يعني امراض المناعيه عند حضرتك بتجيب نتائج؟ تعالى ما نشوف العلم بيقول ايه على البي فينوم يا دكتور في النقطه بتاعت البرونكيال. العلم بيقول ان احنا عندنا في البي فينوم في ماده فعاله اسمها نيليتين بتمثل 55% من وزن السم. هذه الماده مضاده للالتهاب، قوتها كمضاده للالتهاب اقوى من الكورتيكوسترويد في حوالي 100 ضعف. 100 ضعف؟ اقوى من الكورتيكوسترويد كقوتها المضاده للالتهاب حوالي 100 ضعف، وهذا الكلام على فكره منشور على الباب ميد ده الناشر الطبي الاول على مستوى العالم. احنا مش بنقول يا جماعه هذا الكلام احنا جايبينه من عندنا من البيت، ان هذا الكلام منشور على اكبر المواقع البحثيه الطبيه في العالم اللي هو باب ميد اختصار بابليكيشن ميديكال. يعني وهم بيتكلموا على الرول بتاع سم النحل في علاج المشاكل المختلفه اللي بتكون مرتبطه اكثر بالالتهاب والمناعه. هو طبعا يمثل حجر الاساس الاول، يليه بعد كده طبعا النباتات الطبيه، ثم تليه بعد ذلك الايه الادويه الكيميائيه. احنا عندنا فيها دكتور حكمه بريطانيه او انجليزيه بتقول لك ايه فيرست ذا وورد، اولا الكلمه، يعني اولا الكلمه ايه النصيحه. انت يا ابني عندك برونكيا لازم ابعد عن الروائح اللي ممكن تعمل لك حساسيه، ابعد عن التراب، ابعد عن الكلام ده. رقم واحد اولا الكلمه فيرست ذا وورد، اولا الكلمه او النصيحه. سكت بزهير ثم النبات الطبي.
سرد السكينه بتاعت سيادتك، سكينه الجراح، سرد زلايف، ثم السكينه بتاعت الجراح. اذا في خط الدفاع الاول للمريض هو النصائح اللي لازم ياخدها ولازم يلتزم بها التزام تام يا دكتور رقم واحد. ثم تجاليه بعد ذلك النباتات الطبيه اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر. لا ده الملف ده ملف لا ده واضح ان الموضوع كبير، وطالما حضرتك وصلت للنباتات الطبيه ما ينفعش كان ابدا في التليفون. يا ريت تبقى ان شاء الله على وعد مع سيادتك بشكل مباشر نشرح الكلام ده للناس ونوصل الرساله دي وننشر العلم ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يكون ده اثر لكل واحد وصل حاجه نافعه ويدم اجره وثوابه قائم ومتواصل وممتد وعمل وعلم ينتفع به اليوم القيامه. شكرا دكتور احمد كان معانا، احمد دكتور احمد ابو نصر على التليفون، وان شاء الله في انتظار لقائه المباشر بعد ما انضم للمنظومه الطبيه مع دكتور عادل شريف استاذ. كان ليه عنده حاله عندها هيكو باكتر مش عايزه تخف معايا؟ لا ما خلاص ما عملت معاها ثلاث اربع مرات الادويه اللي عندها. الموضوع كده بقى الحمد لله ربنا اتمنى علينا. اللي ماله يعني احنا ربنا يجعلنا يا رب كده مننا نتعاون على البر والتقوى. في نهايه هذه الحلقه نتقدم خلاص الشكر للدكتور احمد ابو النصر الباحث في مجال وعلوم النباتات الطبيه كان معنا على الهاتف، والاستاذ الدكتور عادل شريف استاذ مساعد طب الاطفال بكليه الطب جامعه الزقازيق، وعلى امل اللقاء بحضراتكم. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.